أمي. إياد إياد خلونا نفكر إلا مع اللائحة الثانية. قلنا لكم 100 مرة لازم اللائحة، هذا الشيء ما بيصير. يا بني آدم ما في غير الحل، عود أنت الثاني بعد شوي. بدي روح خلصني. لازم ما إذا في شي لازم نعمله فرح نعمله. أصبح صار لازم تحكي مع عزام يا حسن. طيب كيف بدك ياني قل له يبعث البنت لعنا؟ ما شفتي حسان كيف ما قبل؟ رح يقبل، رح يقبل، لأنه ما في قدامنا حل تاني. أكيد حياة أخوه ما رح تكون رخيصة عليه. سافر أنت هلأ، وأكيد بعدين رح يلحقك. كتير حلو هاد الحكي، عم تتفقوا علي؟ أصبح لعلمكن هاي حياتي أنا، وأنا اللي بقرر، مو على كيفكن أنتو. عائلتنا متعلق مستقبلها بهالشي، هلأ القصة مو سهلة. لا بابا، لما أنا بدي ارتبط أنا اللي بختار. لحظة سمر خانم، وقف وين رايحة؟ لحظة يا خانم سمر خانم، لا تروحي إن شاء الله. سمر خانم وين رايح؟ بدي اتجوز. ما قلت لكم انه ما بدي حدا يطلع من البيت؟ سامحني سيدي ما قدرت. خلاص روح من خلقت بسرعة. سمر لازم ترجع قبل ما يصير المساء، يا ويلكم ترجعوا على البيت من دونا. راحت وما بقى رح ترجع، شو ذنبها بنتي باللي صار لحتى توقع كل هالمصيبة براسها؟ We'll be right back.
حسان؟ كيف صرتي؟ صرت أحسن بكتير. حسان، أنت كل أمورك تمام؟ إيه، كل شي منيح. رح أقوم أعمل لك فطور. بدور. نعم. في شي صاير معك وما بدك تحكي لي اياه؟ يا ريت لو بتضل هون، لو بتضل قريب مني. حسان شبك؟ اسمعيني منيح، لو شو ما صار أبداً ما تزعلي مني.